الله 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهذه إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق تقواه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والإسلام، قبل أشهر كان هناك خطبة في موضوع الأموال العامة والمسؤوليات الموزعة على الأمة المسلمة التي أسند إليها بعض أفراد الأمة ليقوموا بشؤون الأمة، لكن المصائب في بعض الأحيان تدخل في الإدارات، فالإنسان الذي اؤتمن يخون الأمانة. والقرآن يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. فالمشكلة القائمة في المجتمع الإسلامي اليوم في كل مكان من العالم، يبحثون عن الوظائف، يبحثون عن الانتخابات، يبحثون عن المسؤوليات. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل عن المسؤولية. الحديث معناه إنك إن سألتها وكلت إليها وإن وليتها وعنت عليها. نحن نرشح أنفسنا للمسؤوليات، نتولى المسؤوليات للمجتمع المسلم ولغير المسلم. فماذا يحدث؟ هناك صور عجيبة جدا تحدث من المجتمع الذي ولي هذا أمر هذه الأمة وتولى أمرها ووقف في صدارتها وادعى أنه هو الأحق والأمثل والأفضل ليقوم بهذا العمل. فالإنسان لا بد أن يذكر شيئا واحدا، إن أسندت إلى عمل وأقله الحراسة والكناسة وأكثره الرئاسة والوزارة، أسندت إلى مسؤولية. إن استخدمتها لمصالحك الخاصة فقد هلكت، وهلكت تهلك الأمة معك إذا لم يوقفوك. وإن أوقفت وعملتها وفق الشرع الإسلامي فأنت بخير وستساوى أمام الله يوم القيامة. ولذلك حديث أبي هريرة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 7 يظلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله، ومنهم الإمام العادل، عادل في توزيع الوظائف، عادل في توزيع الأموال،
عادل في توزيع المسؤوليات والمهن لمن يستحقها، ولا يعطيها لمن سألها أو أعطى رشوة عليها أو أعطى مالا حراما عليه حتى يولى ثم يسرق مال الأمة. إذا قلت له لما أتوفي 50 مليون في منصب لا تست منه إلى القليل، يقول لا أريد أن أجد الفلان الفلان والفلان والفلان، يبحث عن المناقصات ويبحث عن شركاء ويبحث عن يريد أن يجد كل شيء لأنه أنفق 50 مليون شرن للمسؤول العام أو نائب المسؤول العام أو لمن والله في أيدي علماء الحرام، يريد أن يتولى هذا الشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحد الصحابة توفي في أحد المشاهد في أحد المعارك الإسلامية، فقالوا له عنده نصيب، هو محظوظ، هو من أهل الجنة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم كلا ليس من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه سرق من الغنائم شملة، شملة مثل هذا الشيء، هذا هذه شملة خداء أو عمامة أو شيء من هذا القبيل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام توقد عليه النار. يا رسول الله مات في المعركة، يا رسول الله هو شهيد، يا رسول الله اشترك معك في الحرب، يا رسول الله اشترك معك في رفع الرأي الإسلامية، يا رسول يقول لا، كل هذا على جنب، سرق من مال الأمة الشملة. وإيش رأيك لو سرق بيتا؟ إيش رأيك لو سرق سيارة؟ إيش رأيك لو سرق أموالا بالملايين؟ ماذا يكون حاله؟ إذا كان الذي سرق الشملة يوقد عليه في النار، إيش رأيك الذي يسرق أكثر من الشملة؟ هذا الكلام الذي نقوله هو للمسؤولين الذين تولوا المسؤولية في المناطق التي نحن نعرفها. خليك على التي لا نعرفها في الدول الأخرى. المشكلة ليست في كينيا فقط، المشكلة عامة في كل بلد يتولى أمر المسلمين ويسرق مالهم، يتولى أمر المسلمين ويسرق الوظائف، يتولى أمر المسلمين ويسرق المناقصات، يأخذ عليها 10%، 20%، 30%، حتى لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. ما ينتظر؟ ما تنتظرون منه؟ ألا يعرف على أنه سيموت؟ ألا يعرف على أنه سيقف بين يدي ربه يحاسب على هذا المال؟ والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنه المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يذهب إلى المكتب في الصباح، يضع المعدف على الكرسي ثم يخرج ويترك السكرتير على الباب، فإذا قيل أين فلان تقول الآن خرج، هي تساعده على الخيانة. يخون وقت الأمة، يهدر وقت الأمة، الناس على بابه ملأ، كثيرون على بابه، وهو ذهب ليبحث عن عمله الخاص، ثم في نهاية الشهر يستلم راتبا. هل هذا الراتب حلال؟ هل هذا الراتب حلال؟ ما عملته مش وأكثر من ذلك. يسجل مئات الأشخاص ويقولون هو غوست وكاس. ما معنى غوست وكاس؟ يعني الشياطين لا يعرفون هل هم موجودين أو غير موجودين، ليسوا بموجودين. في نهاية الشهر المسؤول هو الذي يأخذ راتبهم أو يعطيهم محاباة، يسجله يقول اذهب لدكانك في نهاية الشهر تعال اسأل من راتب، هل هذا المال حلال؟ هل هذا العمل حلال؟ ألا يتقون الله؟ ألا يعرفون على أن هنالك يوما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكل يحاسب على ما قدم من عمل؟ ومن الصور
إن الإنسان الذي يقول لي هذا المسؤولية يتصرف في مال المسلمين كما يشاء، هل هو ماله؟ لا، هو أمين عليه، هو أمين أؤتمن عليه. الوظائف التي نحن نقوم بها نحن أمناء عليها، الأمة الإسلامية ائتمنتنا به، والله سبحانه وتعالى يراقبنا من فوق. وما تكون في شأن وما تزرع منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. القرآن يقول هكذا، والله ما نقدمه من عمل قليلا أو كثيرا فالله سبحانه وتعالى يراقبنا عليه. نحن نتحرك بمراقبة الله سبحانه وتعالى، والملائكة تكتب ما تقوم به، وأنت ستموت وستذهب إلى المحشر وتقف أمام رب العالمين، ماذا تجيب؟ هل عندك جواب؟ لماذا عملت كذا؟ ما في، ما يمكن تكذب. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ما يمكن تكذب. يدك تشهد عليك، رجلك تشهد عليك، بل جلدك الذي يغذي جسمك يشهد عليك. فهل يمكن أن تكذب؟ ما يمكن تكذب، لا يمكن أن تكذب. فالإنسان لابد أن يعرف مسيره إلى أين، وفي المحشر ما هناك مسير ثالث، إما إلى جنة وإما إلى نار بعد الحساب. فالإنسان لابد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. المثال النموذج الحي الذي يريد أن يتولى المسؤولية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرة من المرات ضاعت بكران أو ناقتان من الإبل، من إبل الصدق، فأتي به فأخذهما في المدينة المنورة، والحر 49 درجة، 50 درجة، لا مكيف لا ماء بارد لا بيوت مظللة، ما في. ولم يقل للعمال موظفي الدولة خذ هذا الإبل واذهب إلى إبل الصدقة، ساقه بنفسه. رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه في عوالي المدينة، فقال لغلام له: من شفت ترى من هذا الذي يمشي في الحر؟ فبعد فترة قرب، فقال: يا سيدي هو عمر بن الخطاب، عليه عمامة من الحر، يسوق ناقتين يذهب بهما إلى عوالي المدينة إلى إبل الصدقة. فقال له: يا عمر تعال تعال نكفيك في ما يعمل هذا العمل. قال: إذا سئلت في يوم القيامة هل يكفوني؟ إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى وحاسب على ما أعمل عليه هل يكفوني؟ ما يكفوه، والله ما يكفوه. يقول: أخاف أن أقف أمام الله يوم القيامة وحاسب على هذه الناقتين. ثم يقول: والله لو يعني غنمة في العراق أصابها قحط أو حر أو شوكة أخاف أن يسأل الله سبحانه وتعالى عنها. تأتي إليه حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب بعد أن جاءت بعض الأموال والغنائم إلى عمر، قالت: يا بابا، طبعا هو ما قال يا بابا، ما كان فيه بابا في ذاك الوقت، قال: يا أبت لا تنسى الأقارب من الغنائم. قال: ويحك يا حفصة، تريدني أن ألقى الله ملكا خائنا؟ الأقارب يوصلون من مالي مش من مال الأمة، لا، مثل الأمة باقي الأمة. هكذا العفة في الأمة الإسلامية، هكذا العفة في الأمة الإسلامية أشد من ذلك. في ناس يجولون في المدن وفي القرى يبحثون عن قطعة أرض يغتصبوها، فإذا ما وجدوها يغتصب طرق، تجد طرق مبنية يقولون رورستاف. إيش في رورستاف؟ رورستاف إذا كان هو حقك، الرورستاف هذا حقك ليس بحقك،
تبنى عليه بل تستولى عليه وتبنى في بيوتا. ملاعب الأولاد في الحرات في ناس استولى عليها، هذا مال الأمة ليس بمالك. إذا قلت له اتق الله يقول لك ايش ايش يخصك أنت؟ ايش ما يخصني؟ هذا من مالك أنت لا تغتسبه. يقول ايش يخصك أنت؟ عندي قوة واستداعة وإدارة والنفوذ سأغتسبه. طيب هل تشبع؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملو فاهم إلا تراب. ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. فهل اقتنعت بما كف أعداك الله من الحلال؟ هل اكتفيت بالحلال من الحرام؟ هل وقفت عند حدك أسرت للمسؤولية تؤديها للمسلمين ولغير المسلمين حتى؟ في وفي المشاكل التي نحن نعيشها كثيرة. مسؤول يستعمل سيارة الدولة لمصالح الخاص، هل يجوز له ذلك؟ بطبع لا يجوز. أنت تستخدم السيارة إذا كان لمصلحة الشعب، مصلحة الأمة، مصلحة الدولة، مصلحتك استعمل سيارتك الخاصة. موظفو الدولة السواقين وغيرهم من الحرس ليسوا ملكا لك، وإنما هم ملك للأمة، لا تستعملهم لمصالحك الخاصة. أنت اتق الله، ليش تستعملهم لمصالحك الخاصة؟ أنت تعدل لهم راتب؟ ما تعدل لهم راتب. اذهب إلى الدكان اشتري لي، اذهب إلى المكان الفلاني جيب لي، خذ أولادي إلى السكول مدرسة، جيب أولادي من المدرسة. يا أخي أنت ما تخاف الله؟ هذه أمانة. القرآن يقول مرة ثانية أقرأها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فنحن مسؤولون وسنسأل عن هذه الأمانات في يوم القيامة. فهل الإنسان يعتبر؟ فهل تعبنا؟ هل فكرنا في المستقبل الأخروي؟ يوم الله ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم الله ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القرآن يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما عنده عندك من مال حلال وحرام جمعته من طرق غير مشروعة أو مشروعة ستتركه عند الوفاة، والحساب يذهب معك إلى القبر ثم إلى المحشر. ألا فلنتق الله في المسلمين؟ ألا فلنتق الله في الأمانات؟ ألا فلنتق الله في الوظائف؟ ألا فلنتق الله في كل ما نقوم به عن العمل المسلم؟ ما تقول فلان هو المسؤول؟ كلكم راع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنحافظ على ما اؤتمنا به. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا جماعه تقدم اخوانكم في الشمس، الصفوف هاي تتقدم، تقدموا. حمدا لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، حمدا يوافي نعمه ظاهره والباطنه، حمدا كثيرا طيبا كما يليق لجلاله وعظيم سلطانه. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وتسليماته وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
موضوع الأمانة العام والمسؤولية العام والأمانات هذه صعبة شوية. لماذا؟ لا الناس لا يريدوا يفعلوها. الإنسان الذي يريد أن يتحمل مسؤولية الأمة لابد أن يفهمها. لابد أن يفهمها. إذا ما فهمت كيف تنفذ؟ من يريد أن يتولى مسؤولية الأمة عليها أن يفهم الشيء من الشريعة الإسلامية حتى لا يتلاعب بالأمة المسلمة وبأموال المسلمين. لكن أنت إذا ذهبت كما يقول الصحيحون بوبو ذهبت بوبو ثم دخلت ووجدت عملا فتلعب يسرة يمنة ويسرة لا تبالي لا تحاسب لا تخاف الله تظلم كل واحد فإذا سئلت قلت هذه مسؤوليتي أما قبرة أما منستري أما باب السكرتري أما داركتا وما أدراك ما هي النار الحامية كل هذا الله ينفع أيام تتركها تفارقها يدها معك حسابها وتجيب عليها من رب العالمين فلنتق الله فيما اؤتمنا فيه نتق الله يا جماعة نؤثر من وراءنا المشكلة الذين يحتاجون إلى هذه الخطبة لا يصلون إلى المسجد ما يجيون المسجد يقولون نحن كنا في مجتمع كنا في مؤتمر كنا في اجتماع كنا في سفر كنا في أنت كنت خمس سنوات ستنتهي وستذهب فلنتق الله من المشاكل التي نحن نعانيها الأمة المسلمة تعانيها وغير المسلمة تعانيها من أسند إلى شيء يتربح عليه يبحث ربحا عليه فائدة عليه يريد أن يستفيد منها قبل أن تستفيد الأمة وكان المفروض الله يستفيد هو وإنما الأمة هي التي تستفيد العمل الممتاز يأخذ إذا كان هناك سفريات هو ليس يذهب إذا كان هناك مناقصات هو ليس يأخذ إذا كان هناك كل شيء يأخذ ثم يوزع على ناس يخفون له السرقة يسرق ثم عنده ناس يقول له تعال نضع في البيت نضع في شارع عمارة نسرع في المصنع نضع في فلان هو يسرق وهم يمدهم بالسرقة حتى يتربح موظفته هذه مشكلة ومن المشاكل التي نحن نعانيها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الخامس حكم الدولة الإسلامية سنتين وشهرين أظن أنا متأكد من سنتين لا أدري سنتين شهرين وثلاثة كان إذا جاءه إنسان يسأله عن حال الأمة في وقت الليل يضيء شمعة الدولة ما كان هناك كهرباء شمعة الدولة هذه الأيام كهرباء بدلها وإذا جاءه واحد يسأل عن حاجته الخاصة يطفي هذا ويضيء حقه ويقول هذا من مال الخاص وهذه من مال الأمة هؤلاء هم الذين اختارهم الله لإنقاذ هذه الأمة من ويلاتها عندما كان هناك مشاكل ومصائب التي لا يستطيع أن يتحمل عليها أحد في التاريخ يا أخي الشمعة يقول لا ما كان للأمة فمن شمعة الأمة ما كان لعبد عمر عبد العزيز فمن شمعة عبد العزيز هذه الأيام يقولون حتى إذا سرقت الكهرباء ليس بحرام لماذا؟ يقول لأن الدولة لا تعطيني حقي طيب إذا كانت الدولة لا تعطيني حقي تسرق تسرق الكهرباء تسرق الماء تسرق الوقود نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية الأمر جدا خطير فلنتق الله في شؤوننا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في القيامة ما في ظلم لكن أنت تحمل صحيفتك الله صلى وسلم على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله فقد أمركم الله بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واستعمل علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم.